حيالي تلقى من كيف ديال الثاني تبارك الله عليها عندك غيره ثالثه ها نعيش مع المعاناة تحية لك أستاذ يا أختي هما جميع أفواج أنا كاين نقص في 2018 اللي عاد كيتكونوا لا عندهم أزمة مادية في تظاهرة بحال هذه ياك أول مرة كتكون تظاهرة بهذا التنظيم وبهذا الحجم وبهذه الأمواج البشرية والتنظيم راه كيدوز الترام كيوقف خلي واحد يدوز